ماذا يعني خطاب السلاح؟ يعني أن الرئيس الحريري يربط بين السلاح والحكومة، أو السلاح مقابل الحكومة، ويربط تخليه عن الموقف ضد السلاح مقابل تخلي حزب الله عن الموقف ضد عودته إلى رئاسة الحكومة. وبانتظار 14 آذار المستقبل يعود إلى خطاب الماضي، ومن طرابلس تحديدا التي خذلت الحريري في معركة البقاء في السراي الحكومي. قبل أسبوع من ذكرى 14 من آذار، تابع نواب وقياديو تيار المستقبل الحشد للمناسبة من خلال جولاتهم على المناطق. في عكار دعا عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر خلال لقاء في المركز الرئيس لتيار المستقبل إلى المشاركة الكثيفة في مهرجان 14 من آذار مدافعا عن الأصولية. لا يتوهم أحد ويزعم أمامكم أنه يتكلم باسم شيعة الحسين ويفرط بدماء رفيق الحريري، لأن دماء رفيق الحريري هي دماء كل لبناني وعربي. بيتهموا عكار بالأصولية، حسناً، وما بال الأصولية والعودة إلى الأصول؟ بل نحن نحتاج إلى مسلم أصولي وليس مسلم مفبرك في بعض الدول الخارجية والإقليمية ليدعي الإسلام. المسلم السلفي هو مسلم محترم تقي ورع يمكن أن يعتمد عليه ببناء إسلام، وهو أفضل من المسلم المتغرب أو المسلم المتشرق المأجور الذي يعتدي على الإسلام. شو بال المسلم السلفي؟ ما نحن كلنا مع السلف الصالح،